السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة من سلسلة أنتم تسألون والأنصار يجيبون اسم الإمام المهدي المنتظر الحق، وشارك معنا في الردود مجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام. وفي هذه الحلقة سنتناول أيضا تساؤلا لكثير من الباحثين متعلق بظهور الإمام المهدي المنتظر عند الكعبة، ولماذا لم يفعل الإمام ناصر محمد اليماني ذلك حتى الآن، ولماذا هناك عصر حوار له قبل الظهور. والسؤال الأبرز هو لماذا يستخدم الإمام المهدي المنتظر النت في نشر دعوته. كل هذه التساؤلات سيجيب عليها مجموعة من أنصار الإمام المهدي المنتظر في حلقة اليوم. فلنستمع إلى الإجابة على هذا السؤال من الإخوة الأنصار المكرمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من طرائف المسلمين في زماننا هذا أنهم يتبعون الروايات التي تقول أن الإمام المهدي لا يعرف نفسه، وأنه سيفر ممن يريدون مبايعته ثم يحاصرونه ويرغمونه على قبول الخلافة، ويا للعجب مما يفترون. إذ كيف يعقل أن الإمام المهدي الذي يختاره الله ويصطفيه ليقود الأمة ويحرر المسجد الأقصى ويحارب المسيح الدجال لا يعرف نفسه؟ ومن غير المعقول أن يظهر المهدي بين عشية وضحاها بين الركن والمقام وينتظر من الناس مبايعته دون أن يعرفهم بنفسه وبما يدعوهم إليه ويثبت لهم صدق مهدويته. بل توجد للظهور مرحلتين اثنتين، الأولى هي مرحلة الدعوة والحوار لإثبات صدق المهدوية، والثانية هي مرحلة الظهور للبيعة عند الكعبة من بعد التصديق. وبين هاتين المرحلتين مدة زمنية لا يعلمها إلا الله. وبطبيعة الحال سيكون عدد المبايعين في بداية الدعوة قليل ويزداد شيئا فشيئا، وتختلف طريقة نشر الدعوة من زمن لآخر، سواء كان الداعي إلى الله نبيا أو رسولا أو إماما وخليفة. فدعوة الإمام المهدي لا تختلف عن دعوة الأنبياء والمرسلين، رغم أنه ليس نبيا ولا رسولا بل خليفة لله في الأرض. والمرحلة الأولى من عمر الدعوة المهدوية يقوم فيها الإمام المهدي بتعريف الناس بنفسه وبدعوته حتى يتبين لهم صدقه فيبايعوه عن دراية وعلم ويقين وقناعة. والمتابع لدعوة الإمام ناصر محمد اليماني يجد أنه على مدار 15 سنة الماضية يدعو الناس جميعا للاحتكام إلى كتاب الله، ويدعوهم للحوار مبينا لهم صدق مهدويته التي لمسناها في سلطان العلم الملجم بالبرهان من كتاب الله وسنة رسوله الكريم التي لا تخالف محكم الكتاب. فالإمام ناصر محمد اليماني هو حقا المهدي المنتظر لا شك ولا ريب، وتلك الموسوعة من البيانات الموجودة في موقعه المبارك منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم شاهدة على ذلك لمن أراد التأكد بنفسه، ولمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والمرحلة الثانية هي مرحلة الظهور للبيعة عند الكعبة، وذلك من بعد التصديق به من طرف المسلمين عامة وعلماء الأمة والأئمة خاصة. وفي هذه المرحلة يوجد احتمالين اثنين، إما أن يصدقه الناس فيظهر لهم بين الركن والمقام ليبايعوه عن قناعة وبكامل إرادتهم، وإما أن يعرضوا عنه ويكذبوه كما هو حاصل الآن، فيظهره الله عليهم جميعا في ليلة وهم صاغرون بعذاب الدخان المبين تصديقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون صدق الله العظيم. إذن هي فرصة عظيمة بين أيديكم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلا تضيعوها ولا تضيعوا الوقت في انتظار الإمام المهدي، لأنه موجود بيننا وهو من ينتظركم لتنصروه وتبايعوه على السمع والطاعة فيظهر لكم بين الركن والمقام. فلا تؤجلوا بيعتكم لخليفة الله، وهلموا جميعا لطاولة الحوار العالمية، واستخدموا عقولكم للتمييز بين الحق والباطل، لأن عصر الحوار من قبل الظهور أوشك على الانتهاء،
وكونوا إخواني أخواتي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ودمتم سالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.